تنام بعد الدوام بروح عند عمر. والعشاء؟ مو مهم باخذ اي حاجه، اهم شيء نتمرن لك. احتاج شويه فلوس. كم تحتاج؟ شويه فلوس كده حق معدات ولابتوب ومايك وملابس، كمان رسوم المسابقه. ايش حتفيدك في زواجك؟ اللي حيفوز في المسابقه حيودوه فرنسا ينتج البوم هناك. انت ما جبت لي سيره السفر؟ يعني قلت نفوز بالاول وبعد ان شاء الله يصير خير. تحتاج الفلوس منك هذا الاسبوع. انا قلت لك ما في فلوس ولا في فرنسا ولا في سفر. اصلا فرنسا يكرهوا العرب.